السادة أصحاب المعالي الوزراء والمدراء العامون ورؤساء الوفود الحضور الكريم بمقاماتكم السامية السلام عليكم وطابت أوقاتكم. بدءاً يسرني أن أنقل لكم ولحكومة رومانيا الشقيقة تحايا وامتنان حكومة السودان وشعبه والأمان الطيبة بالنجاح في استضافة هذا الحدث الفريد. ونود أن نؤكد لكم سيد الرئيس من خلال اطلاعنا الوثيق على الاستعدادات العربية والأفريقية التي سبقت المؤتمر أنهم حريصون على إنجاح المؤتمر ودعم رؤية ورسالة الاتحاد وأهدافه وغاياته، كما نؤكد على حرص بقية الأقاليم بالطبع. واسمحوا لي أن أهني الاتحاد الدولي للاتصالات على نجاحاته المتواصلة في دعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ليتمكن من توفير بنى تحتية وسياسات وتشريعات وأنظمة تحقق شعاره المرفوع بالالتزام بتحقيق توصيل العالم. وما نشهده الآن من طفرة في انتشار استخدامات تقنيات الاتصالات والإنترنت وإسهاماتها الجليلة في ترقية المجتمعات لدليل قاطع على نجاح قيادة الاتحاد في تنفيذ التزاماته تجاه الشعوب. وقد ساهمت الطفرة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في تطوير قطاعات المجتمع الأخرى من صحة وتعليم واقتصاد وتجارة وغيرها. ويظل الاتحاد الدولي للاتصالات راعيا للدول النامية من خلال إتاحته الفرص للشباب والشابات من الدول الأقل نمواً وللخبراء والمختصين خاصة في الدول النامية للمساهمة في الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من أجل التنمية والمساهمة في تطوير معايير عالمية والعمل جنباً إلى جنب مع جميع دول العالم في تحقيق التحول الرقمي المنشود. الحضور الكريم، إن تنامي اعتماد المجتمعات على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة مناحي الحياة أصبح سمة لازمة لدفع عجلة التنمية في هذا القرن، والسودان لم يكن بمعزل عن هذا الانفجار المعرفي، إذ كان من الدول التي التزمت بالعمل على تحقيق أهداف أجندة القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها جنيف 2003 وتونس 2005، وصولاً لخلق بيئة اقتصادية رقمية مواكبة بالاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. والتزم السودان بتسخير التقنيات الحديثة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما التزم بحكم وقعه في قلب القارة الأفريقية بتوصيل الدول غير الساحلية، حيث أنه محاط بأربعة من الدول الشقيقة غير الساحلية، وهي بدورها محاطة بعدد أكبر من الدول الأخرى غير المطلة على الساحل، وهذا ما يجعل السودان أمام فرصة كبيرة للعب دور مقدر في توصيل غير الموصلين. واتساقا مع استراتيجية الاتحاد الدولي للاتصالات وإيمانا منا بأهداف التنمية المستدامة، حرص السودان على إيلاء اهتمام كبير لبناء مجتمع رقمي متكامل وتحقيق مبدأ الاستدامة عبر الاستخدام الأمثل للموارد وترقية الخدمات الرقمية وتمكين المهارات والابتكار وريادة الأعمال. ونود كذلك أن نؤكد دعم السودان لكافة أنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات، لا سيما مساعيه الحثيثة في رأب الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية، وتنفيذ المشاريع والمبادرات الإقليمية والاهتمام على وجه الخصوص بإدارة الأزمات والكوارث وحوكمة الإنترنت، وكذلك السياسات العامة وتوصيل المناطق النائية وغير المجدية اقتصاديا. الحضور الكريم، تشير التقارير إلى أن ثلث سكان العالم تقريبا غير موصلين بالإنترنت، معظمهم من القارة الأفريقية بمعدل يقارب 40% من سكان القارة، وحتى من تتوفر لديهم الخدمة تتوفر لهم بسرعات منخفضة، مما يحد بشكل كبير من استفادتهم من قدرات الإنترنت وإمكانياتها، علما بأن أسعار الاتصالات في الدول النامية هي الأعلى بين جميع الأقاليم. كما تشير التقارير أيضا إلى تباطؤ كبير في الاستثمارات المتعلقة بالبنى التحتية، وبذلك فإن فرص ربط العالم في العام 2030 تبدو في غاية الأهمية. لما سبق، نود أن نرسل في هذه السانحة ومن هذا المنبر رسالة رجاء إلى الزملاء المشاركين في هذا المؤتمر من الدول المتقدمة بأن يراعوا عند مناقشة الوثائق احتياجات الدول النامية، وأن يراعوا كذلك أماني شعوب هذه المناطق وأحلامهم وتطلعاتهم ورغبتهم الصادقة وعزمهم على اللحاق بركب التطور والنماء. الحضور الكريم، ختاما لا يسعني إلا أن أتقدم مجددا نيابة عن حكومة جمهورية السودان وشعبها بالشكر الجزيل والامتنان إلى جمهورية رومانيا حكومة وشعبا على رعايتهم لهذا المؤتمر العالمي وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وإلى كل من عمل واجتهد لإنجاح المؤتمر، كما ونأمل أن يخرج مؤتمرنا هذا بقرارات وتوصيات تلبي احتياجات البلدان النامية، وأن تكلل مجهودات المؤتمرين بالنجاح، وأن يخرج برؤية واستراتيجية واضحة المعالم للاتحاد الدولي للاتصالات لتنفيذ كافة المبادرات،
وذلك تنمية ونهوضا بأممنا وتقاربا وتجسيدا للفجوة الرقمية وتطويرا لشبكات الاتصالات وخدماتها ونشر المعلومات في كل مكان. وشكرا جزيلا.